السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم في حصص البث المباشر للفصول الافتراضية التابعة لوزارة التربية والتعليم، مادة التربية الفنية. معكم دكتورة ولاء بكر نوارة من إدارة الساحة التعليمية. النهاردة هنكمل درس النقد وتحليل بعض الأعمال الفنية. امبارح في الحصة اللي فاتت شرحنا الفنان محمود مختار، النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الفنان محمود سعيد والفنان أحمد عثمان. من خلال الحلقة هنتعرف على سمات أعمالهم الفنية وشغلهم وأعمالهم، هنعرف ده مين النحات فيهم ومين هو المصور. في نهاية الدرس إن شاء الله يتوقع أن يكون الطالب قادر على أنه يتعرف على أحد رواد الفن المصري المعاصر ويشاهد نماذج من أعمال المصور الفنان محمود سعيد ويتذوق العلاقات اللونية والخطية، يتعرف على بعض الأساليب في النحت المصري الحديث، يتعرف على بعض أعمال الفنان النحتية المميزة للفنان أحمد عثمان، ويقدر الإحساس بالكتلة والقوة في العمل الفني. هنبدأ الأول مع الفنان محمود سعيد. والفنان محمود سعيد ده مصور. يعني إيه مصور؟ يعني رسام. المصور محمود سعيد بيعتبر رائد من رواد الرسامين الملونين، وأضاء شعلة فن الرسم والتصوير والتلوين في مصر والعالم في منذ أوائل القرن العشرين. الفنان محمود سعيد من عائلة عريقة وعائلة ثرية، كان بيسكن بالقرب من مسجد سيدي المرسي أبو العباس في الأسكندرية. تعلم محمود سعيد في مدارس الأسكندرية، حيث بدأ دراسته في كلية فيكتوريا اللي هي اسمها دلوقتي النصر، ومدارس اليسويت بالأسكندرية. بعد كده انتقل إلى القاهرة والتحق بمدرسة السعيدية الثانوية، وحصل منها على شهادة البكالوريا عام 1915. الفنان محمود سعيد خضع لرغبة والده، كان والده عايزه يدخل كلية الحقوق في فرنسا، وفعلا دخلها في سن 19 سنة وحصل على ليسانس الحقوق عام 1919. ووالده الباشا محمد سعيد تقلد منصب رئيس الحكومة المصرية قبل الحرب العالمية الأولى. لما كان الفنان محمود سعيد كان شغوف قوي بالفن، ولأن الفن كان بيجري في عروقه، امتاز فرصة إقامته في باريس لما كان بيكمل دراسته زي ما والده كان عايز. امتاز الفرصة دي علشان يتعرف على الفن أكتر ويزور المتاحف هناك في باريس ويشوف الفنانين في أوروبا كلها، و أثناء العطلات القضائية بتاعته في الصيف. بعد تخرج محمود سعيد سعى للدراسة الحرة للفن، علشان هو زي ما قلنا اللي هو درس الحقوق، فبعدها درس الفن دراسة حرة لمدة عامين في مرسم البوخ الكبير اللي أسسه المثال الفرنسي أنطون بورديل، ثم بعد كده التحق بأكاديمية جوريان بباريس لمدة شهر، وتلمذ على يد بول ألبر لورانس. وكانت جولاته في أوروبا أثناء دراسته وحرصه على أنه يشاهد أعمال فنانين عالميين وفي المتاحف، كانت هي دي اللي كونت شخصيته وأسلوبه في الفن وأسلوب أدائه وابتكاراته الفنية. بعد كده ظهر في أعماله المبكرة، وجاء الاهتمام بالفن دفاعاً لغضب والده الذي بادر بتعيينه كمساعد للنيابة. لما والده لقى ان هو لسه شغوف بالفن كده، خاف لحسن يعني يسلك سلوك تاني غير القضاء زي ما هو كان عايز، فعينه بسرعة في محاكم المختلطة بالمنصورة عام 1922.
ومحمود سعيد خضع لرغبة والده واشتغل فعلا في سلك القضاء. في عام 1922 عاد الفنان محمود سعيد إلى مصر عشان هيلتحق بسلك القضاء زي ما والده كان عايز، وفعلا اشتغل بيه. تدرج بعد كده محمود سعيد في عمله الوظيفي حتى وصل لدرجة مستشار، لكن ده ما خلاهوش يعني يسيب الفن، بل بالعكس كان برضو بيمارس أعماله الفنية. في عام 1949 تم القبض على الفنان عبد الهادي الجزار والفنان حسين يوسف أمين علشان قدموا لوحة الجوع اللي هي اللوحة اللي قدامنا ديت. تدخل بعد كده الفنان محمود سعيد وصديقه الفنان محمد ناجي واستخدموا نفوذهم باعتبارهم بيشتغلوا في السلك القضائي علشان يطلعوا أصحابهم الفنانين عبد الهادي الجزار ويوسف حسين يوسف أمين. وفعلا قدروا إن هم يتدخلوا بنفوذهم علشان يطلعوهم من الحبس اللي هو بسبب اللوحة ديت. وكمان كان غير إن الفنان محمود سعيد بيسلك سلك القضاء وبيشتغل في القضاء، كان صهر الملك فاروق ساعتها، وكان هو خال الملكة فريدة مرات الملك فاروق. تعالوا نتفرج على أعمال من أعمال الفنان محمود سعيد. طبعا الأعمال دي مش هتبقى كلها طبعا، يعني هي الأعمال دي على سبيل المثال. دي مجموعة لوحات ذات الرداء الأزرق للفنان محمود سعيد، ونلاحظ هنا راسم المرأة المصرية، وهو كان دايما بيرسم في المرأة المصرية بالذات المرأة بنت البلد. هنلاحظ في اللوحة دي إن هو حريص إن هو يرسمها ككتلة زي ما شايفين كتفها عامل إزاي أهو كده ككتلة مرسومة. هي هنشوف لوحات تانية لبنت البلد برضو مرسومة برضو ككتلة. الفنان محمود سعيد تمكن بعد تفرغه للفن وترك سلك القضاء، ساب القضاء وعشان يتفرغ للفن، من تكوين شخصيته المستقلة وأسلوبه الخاص الذي بدأ بعد كده وعمل لوحات معروفة جدا، لوحة اسمها لوحة الصلاة ولوحة المرأة والقلل والدعوة إلى السفر ولوحة جميلات بحري ولوحة الأسرة، وعمل نماذج متعددة من صور للأحياء الشعبية هنتفرج عليها دلوقتي. دي أشهر من أشهر لوحاته، لوحة اسمها لوحة الدراويش، اللوحة دي اسمها لوحة الدراويش. رسم لوحة الدراويش دي عام 1929، وبيظهر في اللوحة دي ست دراويش، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ست دراويش مرسومين في اللوحة دي بملامح مختلفة، كلهم ملامحهم ملامح كده متشابهة بس الحركة مختلفة. هنلاحظ هنا حركة الدراويش الملوية مختلفة بس أشكالهم متقاربة من بعضها، هم بيعملوا الأذكار الدينية، والدراويش دي كانت يعني معروفة أكتر في العصور العثمانية. لوحة الجاتوف، اللوحة دي لوحة واقعية بتجسد الفلاح المصري أثناء عملية الري، إنه بينقل المية زي ما شايفين كده، بينقل المية بالشادوف، ده الشادوف بينقل المية من مكان منخفض لمكان أعلى. بتتميز اللوحة دي بالبساطة والهدوء والواقعية زي ما شايفين هنا في فلاحات من بعيد. لوحة تانية من أشهر لوحاته، لوحة اسمها لوحة المصلين أو الصلاة. في اللوحة دي أبدع فيها الفنان محمود سعيد، وكانت معمولة ذات طابع ديني بتعبر عن المظاهر والطقوس الدينية
فهو تأثر بفكرة الحياة والموت والتصوف والبعد عن المظاهر الحياتية العادية، وزي ما شايفين كده معمولة مصور المصلين في وضعية الركوع، هنحس هنا في اللوحة إن هي فيها خشوع. هنا الفنان منسيش يحط المصابيح في اللوحة، وعامل ترديد لأقواس المسجد مع هيئة المصلين وهم في وضعية الركوع. القوس ده عامل ترديد مع القوس بتاع جسم المصلين، وهنلاحظ هنا في ضوء جاي من شباك ساطع على الحيطة، وهنلاحظ إن في ترديد للأعمدة جنب بعضها. في اللوحة دي حقق فيها الفنان محمود سعيد عنصر عمق المنظر، زي ما شايفين كده في عمق للمنظر هنا مع ترديد الأعمدة والأناديل مع ظهر المصلين في وضعية الركوع. نروح تاني على نوع شكل تاني من أشكال اللوحات بتاعت محمود سعيد. دي برضو لوحة من أشهر لوحاته، لوحة اسمها لوحة المدينة، بيصور فيها الفنان محمود سعيد بنات بحري، زي ما شايفين في وسط اللوحة هنا في بنات بحري، ومن ورا في برضو شايفين بنات من ورا جدا كده، من ورا هنا وفي بنت اهي لابسين بملابسهم الشعبية، الملاية، اللف السكندرية وحركة المشية الشعبية. اللوحة دي عرضت في الجناح المصري بالمعرض الدولي بنيويورك عام 1937، وهي دلوقتي بتتصدر اللوحة. مكانها فين دلوقتي؟ موجودة في القاعة الرئيسية بمتحف الفن الحديث بدار الأوبرا. شوفوا تفاصيلها، تعالوا نلاحظ كل تفاصيل اللوحة. هنا بقى على الأرسوس، وهنا في راجل قاعد وقاعد على حجره طفل، وهنا في المقعد قاعد على الحمار مع بنات بحري هنا. مكانها فين دلوقتي؟ مكانها في دار الأوبرا في متحف الفن الحديث. تعالوا نشوف لوحة تانية من لوحات بنات بحري. دي لوحة تانية اسمها بنات بحري. الفنان محمود سعيد لمس مظاهر الحياة الاجتماعية في الكثير من ألوانها، وحب التعبير عن بنت البلد، زي ما شايفين هنا راسم برضو بنت بلد تاني، بنات البلد السكندريات، فهي أصبحت مصدر إلهام. فقد أبدع الفنان في لوحة بنات بحري، فهي مأخوذة هتلاقوها من جزء دوت الجزء الأوسط من لوحة المدينة اللي احنا شايفينها في الصفحة اللي فاتت. دي لوحة المدينة، هو رسم لوحة تانية اسمها بنات بحري في الجزئية دي اهي، هو واخد الجزء اللي في النص من جزئية لوحة المدينة، عمل منها لوحة تانية اسمها بنات بحري. طبعا مش هي بالظبط، لان هنلاقي هنا منظر لبس البنات غير اللبس ده، بس هي مأخوذة منها نفس الشكل، ثلاث بنات برضو ولابسين الملايات اللف ونفس الحركة بتاعتهم. نتفرج على شكل تاني من أشكال لوحات الفنان محمود سعيد. دي لوحة اسمها ذات الجدائل الذهبية، شعرها ده هو ده الجدائل الذهبية. زي ما قلنا قبل كده ان بيهتم في اللوحات بتاعته بالمرأة عموما، وبتبقى على هيئة كتلة زي ما شايفين اهو، جسمها كتلة، وبيبقى مهتم جدا بالخلفية، يعني زي ما شايفين هنا عامل خلفية للوحة مش مجرد بس بورتريه وخلاص، لا.
شكل تاني من أشكال لوحاته، لوحة اسمها لوحة الخريف، باين على ألوانها إن هي فعلا في توقيت الخريف، ألوانها فعلا موضحة إن هي وقت الخريف، الطقس بتاع الخريف. تعالوا نتفرج على شكل تاني من أشكال لوحاته، لوحة اسمها راعية الماشية في العالمين. شايفين قد إيه الهدوء في اللوحة؟ وبرضو بيمثل فيها المرأة المصرية، زي ما قلنا إن المرأة المصرية هي مصدر إلهامه في لوحاته. الفنان محمود سعيد لقب بفنان الشعب، وليه مجموعة كبيرة جدا من لوحات بنت البلد، زي ما شايفين هنا لوحة اسمها فتاة جالسة على الأرض. مع انه الفنان محمود سعيد من عائله ارستقراطيه، الا انه كان الهامه كله كان من الشعب، وكان شغوف قوي بلوحاته في بنت البلد. شكل تاني من اشكال لوحاته الخاصه ببنت البلد، ننتقل ونشوف نوع تاني من لوحاته، لوحة تانية بتمثل بنت البلد برضو أهي، ودي فتاة من أسيوط. حتى الفتاة رسمها هنا برضو هيئة كتلة، وفي كل لوحاته زي ما شايفين كده مراعي الشكل الأرضية ومراعي الخلفية. هنا برضو عامل برضو في خلفية للوحة اللي ورا السيدة ديت. أشكال تانية من لوحاته الشهيرة لبنات البلد، الفنان محمود سعيد عمل لوحة افتتاح قناة السويس اللي بتسجل وبتصور الحدث التاريخي لافتتاح قناة السويس في عهد الخديوي إسماعيل، زي ما شايفين هنا الخديوي إسماعيل والملكة أوجوني ملكة فرنسا، بيمثل الحدث بتاع الافتتاح بتاع قناة السويس في عهد الخديوي إسماعيل. كذلك قام الفنان محمود سعيد برسم أشخاص من أفراد عائلته وأصدقائه، فهناك صورة خالدة للملكة فريدة اللي هي تبقى بنت أخته وهي في مراحل عمرها الأولى. الفنان محمود سعيد حصل على جوائز، والجوائز اللي هو حصل عليها نال ميدالية الشرف الذهبية في معرض باريس الدولي عام 1937 عن الجناح المصري، ثم منحته فرنسا عام 1951 وسام ليجيون دوبر، وفي عام 1960 كان أول فنان تشكيلي بيحصل على جائزة الدولة التقديرية للفنون التشكيلية، والجائزة دي كانت أول جائزة تقديرية بتمنح لفنان تشكيلي. يعني عام 1960 عملوا جائزة الدولة التقديرية الفنون التشكيلية، كان هو أول فنان تشكيلي حصل عليها. بعد وفاته خصصت لي الدولة متحف بيحمل اسمه وبيضم أعماله الفنية، بقى اسمه متحف محمود سعيد. بكده نكون انتهينا من الفنان محمود سعيد، هندخل على الفنان المثال أحمد عثمان، هنتعرف على مين هو المثال أحمد عثمان. تعالوا معايا نتفرج على أعماله. النحات أحمد عثمان اتولد في محافظة أسوان عام 1907، والفنان أحمد عثمان تلقى تعليمه بالقاهرة حتى حصل على دبلوم مدرسة الفنون والزخارف المصرية عام 1926 اللي هي دلوقتي الفنون التطبيقية قسم الفنون الزخرفية،
وحصل على دبلوم مارست الفنون الزخارف ده بدرجة امتياز. بعد كده أوفد إلى بعثة إلى إيطاليا وحصل على دبلوم أكاديمية الفنون بروما في فن النحت عام 1930. بعدها حصل على الدكتوراه في فن النحت من أكاديمية الفنون الجميلة بروما عام 1932. الفنان أحمد عثمان اشتغل عديد من الأعمال، حيث اشتغل كمسجل للآثار المكتشفة في فلسطين مع بعثة بمتحف بنسلفانيا الأمريكية سنة 1927. وفي الوقت دوت حصل على منحة حكومية إلى روما عام 1927 لدراسة فن النحت. يعني راح روما بمنحة حكومية عشان يدرس فن النحت. بعد كده عاد منها عام 1933 وتعين مدرس لفن النحت في المعهد العالي للفنون التطبيقية من سنة 1933 لغاية 1936. يعني في الفترة من 33 لسنة 36 اتعين مدرس لفن النحت في المعهد العالي للفنون التطبيقية. ثم انتقل إلى كلية الفنون الجميلة حيث تولى رئاسة قسم النحت فيها على مدى 20 عام في الفترة ما بين 1937 ل 1957. أول حاجة بعد ما رجع من روما والبعثة بتاعته اتعين بعد كده على طول من فترة من 33 اتعين في المعهد العالي للفنون التطبيقية لغاية 36. بعد كده انتقل إلى كلية الفنون الجميلة وتولى رئاسة قسم النحت فيها مدة 20 عام من الفترة ما بين 1937 ل 1957. بعد كده أنشأ الفنان أحمد عثمان قسم للنحت بليمان ترى وسجن ترى، وعمل خبير في مجال التحف والآثار الفنية بقصر القبة والقصور المصادرة عام 1952. وكان الفنان أحمد عثمان هو أول عميد لكلية الفنون الجميلة بالأسكندرية عام 1957. والفنان أحمد عثمان كان له الفضل في إنشاء وتكوين شخصية خاصة له حتى أحيل إلى التقاعد عام 1968. يعني كان الفنان أحمد عثمان عين بعد كده عميد لكلية الفنون الجميلة، وهو أول عميد لكلية الفنون الجميلة بالأسكندرية، وكان ليه الفضل في إنشائها وتكوين شخصية الكلية وقتها حتى أحيل للتقاعد المعاش يعني 1968. من إسهامات إنشاء قسم ليمان ترى كان هو ساهم في إنشاء قسم للنحت بليمان ترى عشان يعلم النزلاء والمساجين فن النحت على الأحجار، مما كان لبالغ الأثر في تهذيب نفوسهم. وأنشأ متحف للفن المصري الحديث بكلية الفنون الجميلة بالأسكندرية. بعد كده تولى مهمة تجميل محطة الركاب البحرية وإقامة متحف وحديقة الخالدين ومتحف مدرسة الليسي والمتحف البحري بالأسكندرية. بعد كده تولى تنفيذ العديد من الميداليات التذكارية ومفتاح محافظة الطجهلية ودرع جامعة الأسكندرية وجامعة عين شمس ودرع جامعة القاهرة. كما كمان قام بتجميل مدخل برج القاهرة السياحي بأكبر نسر اللي هو شعار الدولة، هو اللي عمل النسر المحطوط في قاعدة برج القاهرة. كما أن من إسهاماته ابتكار فكرة نقل معبد أبو سمبل بطريقة النشر وتقطيعه إلى أجزاء ثم إعادة تركيبه تاني بنفس هيئتها بأعلى هضبة الجبل. أيام فيضانات قبل ما يتبني السد العالي ما كان في فيضانات بتخش على أسوان وكان ممكن المعبد يغرق، فهو كان عايزين ينقلوا المعبد، فهو اللي كان ليه فكر إن هو يقطع المعبد إلى قطع بالنشر عشان ينقلوه وبعد كده يركبوه تاني. هذا صورة لصورة متحف أبو سمبل في النوبة. نقلوه من مكانه الأصلي إلى مكان جديد فوق الجبل بعد إنشاء السد العالي، فقد طلبت
منه وزارة الثقافة عام 1958، مشورته ورأيه إن يعملوا إيه في نقل المتحف ده، يعملوا فيه إيه علشان، يعني بما إن هو كبير في النحت، عمل دراسة ومشروع إنقاذ معبد أبو سمبل، وقد أشار إلى طريقة نشر المعبد بالمناشير الكهربائية المناسبة، ونقلوا القطع المنشورة مرقمة، رقموها إلى أعلى الجبل في المكان اللي هو موجود فيه دلوقتي، وعادت تركيبها. وقررت هيئة اليونسكو في عام 1963 مشروع مصر، أقرته وفضلته على جميع المشروعات المقدمة من متحف من مختلف دول العالم، فكان له الفضل في إنقاذ أثر من أفضل وأجمل آثار مصر المعمارية من الغرق. كان ممكن الأثر ده يغرق، والفنان أحمد عثمان كان له الفضل إنه يفكر إن هو ينشره ويرقم القطع بتاعته ديت علشان لما يجي يجمعها تاني يعرف يجمعوها، زي ما شايفين كده في الصور اللي هي أمامنا. عمليات النشر ايه؟ حصل النحات احمد عثمان على العديد من الجوائز، كان منها حصوله على الجائزة الاولى لفن النحت لبنادي الاسكندرية عن تمثال احمد شوقي. كمان حصل على ميدالية ذهبية ووسام من محافظة الاسكندرية عند احالته الى التقاعد. وحصل على جائزة الدولة التقديرية عام 1968. من أعمال مثال الفنان أحمد عثمان الفنية نحت بارز في قاعدة تمثال إبراهيم باشا عام 1949. تمثال إبراهيم باشا اللي فوق أهو، القاعدة بتاعته اللي تحت هو اللي عامل النحت بتاعها ده، اللوحة دي أهي مكبرة. ومن أعمال المثال الفنان أحمد عثمان الفنية كمان تمثال أحمد شوقي، كان مع عمله في 1960 التمثال ده. من أعماله أيضا الفنية تجميل مدخل برج القاهرة السياحي بأكبر نسر من البرونز عام 1960، برج القاهرة أهو، القاعدة بتاعته ديت هو اللي عامل النسر ده معمول من البرونز أهو، صورة أكبر. أعماله كمان النصب التذكاري بميدان الجمهورية الذي تطل عليه محطة السكة الحديد بالأسكندرية عام 1966، هو اللي عامل النصب التذكاري ده أمام محطة السكة الحديد بالأسكندرية. من أعماله كمان نحت البارز لمدخل الرئيسي لحديقة الحيوان عام 1936، ده مدخل حديقة الحيوان في الجيزة، هو اللي عامل المدخل القطعة النحتية دي، ودي كمان الناحية التانية. من أعمال الفنان أحمد عثمان أيضا تمثال يعبر عن الصحة والرخاء المقام في قرية سرس الليان عام 1966، التمثال ده مكون من 3 سيدات فلاحات. من أعمال الفنان أحمد عثمان أيضا تمثال نزهة من الحجر الصناعي، بيمثل سيدتين معمول من الحجر الصناعي.
من أعماله كمان نحت بارز على محطة سرايا القبة عام 1937، ومن أعماله أيضا ترميم تمثال رمسيس الثاني بعد نقله إلى ميدان المحطة بالقاهرة. زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت إن تمثال رمسيس ما كانش موجود في مكانه قبل ما كان موجود في رمسيس، كان موجود مكانه تمثال نهضة مصر. لما تشال تمثال نهضة مصر اللي هو عمله محمود مختار زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت، وراح أمام جامعة القاهرة، حطوا مكانه تمثال رمسيس الثاني. فلما اتحط كان هو ليه الفضل أحمد عثمان في ترميم تمثال رمسيس الثاني لما ودوه ميدان المحطة بالقاهرة اللي بقى اسمه ميدان رمسيس. اتسمى رمسيس ليه؟ نسبة إنه اتحط فيه تمثال رمسيس. ومن أعماله أيضا نحت بارز بدار الأوبرا المصرية القديمة لنجيب الريحاني ومحمد تيمور، طبعا قبل ما تتحرق. في قبل كده كان في الأوبرا كانت مكانها في ميدان العتبة، كان في أوبرا كان اللي عاملها الكليوي إسماعيل، كان الفنان أحمد عثمان عمل فيها نحت بارز لنجيب الريحاني ومحمد تيمور. من أعماله أيضا تمثال الزعيم محمد فريد اللي موجود في مبنى نقابة المعلمين بالقاهرة. من أعمال المثال الفنان أحمد عثمان نحت بارز بنادي ضباط الجيش بالزمالك وهليوبلس. وتمثال العالم الأثري محمد زكريا غنيم المقام بفناء المتحف المصري بالقاهرة عام 1960. كان آخر أعماله تمثال الشهيد عبد المنعم رياض. نحت وفي نحت بارز على واجهة مصلحة المساحة العسكرية بالقاهرة عام 1975، دول يعتبروا آخر أعماله. وواجهة مبنى معهد الكونسرفاتوار عام 1967. بكده نكون انتهينا من الكلام عن الفنان محمود سعيد والفنان أحمد عثمان. عرفنا إن الفنان محمود سعيد ده مصور والفنان أحمد عثمان ده نحات. الفنان محمود سعيد كان من أسرة استقراطية وأسرة عريقة، والده ما كانش عايزه يدرس الفن، فكان عايزه يدرس الحقوق علشان يسلك سلك القضاء، وفعلا لبى رغبة والده ودخل فعلا الحقوق بفرنسا. وبس ما أهملش موهبته، لما كان في فرنسا راح كان بيستغل الفرصة إن هو راح في فرنسا، وكان أثناء أجازة العطلة القضائية كان بيروح في أوروبا يتفرج على المعارض والمتاحف هناك. وبعد كده درس الفن دراسة حرة مش أكاديمية، وبعد ما رجع سلك سلك القضاء مع اتجاهه لاتجاه الفن. ده الفنان محمود سعيد. الفنان أحمد عثمان ده نحات درس الفن دراسة أكاديمية وسافر إلى روما، وبعد ما رجع اتعين بقى مدرس في مدرسة الفنون التطبيقية حاليا كان اسمها مدرسة الزخرفة. بعد كده عين يعتبر هو أول عميد لكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، وقعد فيها 20 سنة، وكان ليه الفضل في إنشائها، وكمان ليه الفضل إنه دخل قسم النحت في سجن نيمان تورا عشان يعلم النزلاء هناك في يعلمهم فن النحت. هنعرض عليكم شوية أسئلة، يا ريت تشاركوني في الإجابات بتاعتها. الدرس بتاع النهاردة أول نوع من الأسئلة أكمل ما يلي: يعتبر الفنان محمود سعيد رائد من رواد فن نقط. بيعتبر الفنان محمود سعيد رائد من رواد فن رسم.
من أعمال الفنان محمود سعيد نقط ونقط ونقط. طبعا أعماله كتير قوي، عرضت لكم بعض منها. يبقى من أعمال الفنان محمود سعيد لوحة بنات بحري، ولوحة الصلاة، وروحة الكهيف، لوحة الشادوف، لوحة ذات الرداء الأزرق ودي ليها مجموعة، ولوحة ذات الجدائل الذهبية. سؤال الجملة اللي بعدها، وإلى الفنان محمود سعيد عام 1897 في نقط، وتعلم في مدارس الأسكندرية وبدأت دراسته في كلية فيكتوريا ومدارس الجسويت بالأسكندرية، ثم انتقل إلى القاهرة والتحق بمدرسة نقط وحصل على شهادة نقط عام 1915. النقطة دي كلها نقط، بس جزئية جزئية كده هنفكر مع بعضنا فيها. ولد محمود سعيد عام 1897 في الأسكندرية، وتعلم في مدارس الأسكندرية وبدأ دراسته في كلية فيكتوريا ومدارس الجسويت بالأسكندرية، بعد كده ثم انتقل إلى القاهرة والتحق بمدرسة السعيدية الثانوية وحصل على شهادة البكالوريا عام 1915. الجملة اللي بعدها، التحق الفنان محمود سعيد بكلية نقط في فرنسا وتدرج في عمله الوظيفي حتى وصل لدرجة نقط، ولكن في النهاية لم يقاوم نداء الفن له ففضله على القضاء. التحق محمود سعيد بكلية الحقوق في فرنسا وتدرج في عمله الوظيفي حتى وصل لدرجة مستشار، ولكن في النهاية لم يقاوم نداء الفن له ففضله على القضاء. الجملة اللي بعدها، يوجد متحف الفنان محمود سعيد ب نقط ويضم العديد من أعماله الفنية في فن نقط. يوجد متحف الفنان محمود سعيد في منزله بعد ما مات، عملوا منزله متحف، وبيضم العديد من أعماله الفنية في فن، طبعا فن الرسم. لقب الفنان محمود سعيد بفنان نقط وكرمته الدولة عام 1960 ومنحته جائزة الدولة نقط. يبقى لقب الفنان محمود سعيد بفنان الشعب، ليه لقبته بفنان الشعب؟ علشان كان بيرسم القضايا الشعبية دايما، وكان بيرسم المرأة المصرية بنت البلد، وكان شغوف برسمه في بنت البلد بالأخص، عشان كده سموه فنان الشعب. وكرمته الدولة عام 1960 ومنحته جائزة الدولة التقديرية. الجملة اللي بعدها، يعتبر الفنان أحمد عثمان رائد من رواد فن طبعا النحت. الجملة اللي بعدها، من أهم أعمال الفنان أحمد عثمان نقط ونقط ونقط، لسه قايلينه دلوقتي. من أهم أعمال الفنان أحمد عثمان تمثال الشاعر أحمد شوقي وتمثال نزهة من الحجر الصناعي، مصنوع من الحجر الصناعي، والنحت البارز للمدخل الرئيسي لحديقة الحيوان، ونحت بارز على قاعدة تمثال إبراهيم باشا، وتجميل مدخل برج القاهرة السياحي بأكبر نسر من البرونز. وطبعا ما ننساش ان هو كان ليه الفضل في فكرة ان هو ينقل معبد ابو سمبل من مكانه ويتحط في المكان الموجود فيه دلوقتي، وانقذه من الغرق بفكرته اللي هو يقطع المتحف لاجزاء بالمنشار ويرقم القطع ديت عشان لما يجي يركبها تاني. طبعا هو كده انقذ المتحف من الغرق. الجملة اللي بعد كده، تخرج الفنان أحمد عثمان من نقط قسم فنون الزخرفة. تخرج الفنان أحمد عثمان من مدرسة الفنون التطبيقية قسم فنون الزخرفة. الجملة اللي بعد كده، أنشأ الفنان أحمد عثمان قسم بليمان ترى. أنشأ الفنان أحمد عثمان قسم للنحت بليمان ترى.
كان أول عميد لكلية الفنون الجميلة، مين هو وكان له الفضل في إنشائها؟ أنا كنت لسه قايلة حالا دلوقتي، كان الفنان أحمد عثمان هو اللي كان أول عميد لكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، وكان له الفضل في إنشائها. أغلب أعمال مثال أحمد عثمان النحتية بتعالج قضايا نقط أو نقط أو نقط. أغلب أعمال مثال أحمد عثمان النحتية بتعالج قضايا قومية أو اجتماعية أو تذكارية. ساهم المثال أحمد عثمان في مشروع ترميم أجزاء من تمثال نقط بعد نقله إلى ميدان محطة باب الحديد بالقاهرة. ساهم المثال أحمد عثمان في مشروع ترميم أجزاء من تمثال رمسيس الثاني بعد أن نقله إلى ميدان محطة باب الحديد بالقاهرة. الجملة اللي بعديها، كان لآراء الفنان أحمد عثمان أثر كبير في إنجاح عملية نقل لإنقاذه من الغرق بعد بناء السد العالي. لسه قايلة المعلومة دي دلوقتي، كان لآراء الفنان أحمد عثمان أثر كبير في إنجاح عملية نقل معبد أبو سمبل لإنقاذه من الغرق بعد بناء السد العالي. تبنى الفنان أحمد عثمان فكرة إنشاء مرسم للنحت في نقط لإيمانه بأن ممارسة الفن التشكيلي وبخاصة النحت يمكن أن يكون وسيلة علاجية لكثير من أنواع الانحرافات. تبنى الفنان أحمد عثمان فكرة إنشاء مرسم للنحت في سجن ترى أو ليمان ترى لإيمانه بأن ممارسة الفن التشكيلي وخاصة النحت يمكن أن يكون وسيلة علاجية لكثير من أنواع الانحرافات. نيجي لنوع تاني من الأسئلة، اختر من بين القوسين. يعتبر الفنان محمود سعيد رائد من رواد فن الرسم ولا الخزف ولا النحت؟ يعتبر الفنان محمود سعيد رائد من رواد فن، احنا خدنا النهارده اتنين فنانين، الفنان محمود سعيد والفنان أحمد عثمان. الفنان أحمد عثمان هو اللي نحات، إنما يعتبر الفنان محمود سعيد رائد من رواد فن الرسم. لقب الفنان محمود سعيد ب فنان الدولة ولا فنان الشعب ولا فنان بحري؟ لقب الفنان محمود سعيد ب فنان الشعب علشان كان بيعمل لوحات بتعبر عن المرأة المصرية والمرأة بنت البلد. كرمت الدولة الفنان محمود سعيد عام 1960 ومنحته جائزة الدولة التشجيعية ولا الميدالية الذهبية ولا جائزة الدولة التقديرية في الفنون التشكيلية، وهي تعتبر أول جائزة تقديرية تمنح لفنان تشكيلي. كرمت الدولة الفنان محمود سعيد عام 1960 ومنحته جائزة الدولة التقديرية وفي الفنون التشكيلية، وهي أول جائزة كانت بتمنح لفنان تشكيلي. الكلام ده كان عام 1960. التحق محمود سعيد بكلية الفنون الجميلة بفرنسا ولا الفنون الجميلة بالقاهرة ولا الحقوق بفرنسا؟ التحق محمود سعيد بكلية الحقوق بفرنسا. نوع تاني من الأسئلة، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. أول جملة، من أعمال الفنان محمود سعيد تمثال نهضة مصر، العبارة دي صحيحة أم خاطئة؟ من أعمال الفنان محمود سعيد تمثال نهضة مصر، طبعا الجملة دي خاطئة. من أعمال الفنان محمود سعيد مش نهضة مصر، نهضة مصر دي من أعمال الفنان محمود مختار. محمود سعيد زي ما قلنا عامل لوحات، هو كان مصور ما كانش نحات، يعني كان عامل لوحات، مثلا لوحة بنات بحري، لوحة المدينة، لوحة ذات الجدائل الذهبية، لأن هو كان مصور.
الجملة اللي بعد كده، لوحة بنات بحري من أعمال الفنان محمود سعيد، لسه قايلة حالا دلوقتي، لوحة بنات بحري من أعمال الفنان محمود سعيد، الجملة دي صحيحة. يوجد متحف الفنان محمود سعيد بالقاهرة ويضم العديد من أعماله الفنية في فن النحت. يوجد متحف الفنان محمود سعيد بالقاهرة، غلط، بيوجد بالإسكندرية. متحف محمود سعيد بيوجد بالإسكندرية، وفين مكانه؟ مكانه منزله بعد وفاته، عملوه متحف. وفي فن التصوير مش النحت. لقب الفنان محمود سعيد بفنان الشعب وكرمته الدولة عام 1960، ومنحته جائزة الدولة التقديرية في الفنون التشكيلية، وهي أول جائزة تقديرية تمنح لفنان تشكيلي. طبعا العبارة دي صحيحة. التحق الفنان محمود سعيد بكلية الفنون الجميلة في فرنسا، وتدرج في عمله الوظيفي حتى وصل لدرجة مستشار، ولكن في النهاية لم يقاوم نداء الفن له ففضله على القضاء. الجملة دي صحيحة أم خاطئة؟ طبعا الجملة دي صحيحة. الجملة دي خاطئة. في كلية الفنون الجميلة، مكتوب هنا كلية الفنون الجميلة، هو في كلية الحقوق، يبقى التحق الفنان محمود سعيد بكلية الحقوق في فرنسا وتدرج في عمله الوظيفي حتى وصل لدرجة مستشار، ولكن في النهاية لم يقاوم نداء الفن. جملة تانية من عبارات صح أم خطأ، من أعمال الفنان أحمد عثمان تمثال الخماسين وتمثال نزهة. من أعمال الفنان أحمد عثمان تمثال الخماسين وتمثال نزهة. طبعا العبارة دي خاطئة. من أعمال الفنان أحمد عثمان تمثال نزهة بس، الخماسين مش بتاعه، الخماسين بتاع الفنان محمود مختار. من أعمال الفنان أحمد عثمان تمثال نزهة فقط. أغلب أعمال المثال أحمد عثمان تعالج قضايا قومية أو اجتماعية أو تذكارية، العبارة دي صحيحة. من أعمال نحات أحمد عثمان تمثال نزهة ونحت بارز لقاعدة تمثال إبراهيم باشا، طبعا العبارة دي صحيحة. من أعمال النحات أحمد عثمان تمثال نزهة ونحت بارز لقاعدة تمثال إبراهيم باشا. شغل المثال أحمد عثمان منصب أول عميد لكلية الفنون الجميلة بالأسكندرية، أول عميد لكلية الفنون الجميلة بالأسكندرية، وقعد فيها 20 سنة. كون الفنان محمود سعيد جماعة الخيال عام 1928 بهدف إحياء فن التراث، الجملة دي صحيحة أم خاطئة؟ كون الفنان محمود سعيد جماعة الخيال 1928 بهدف إحياء فن التراث، الجملة دي طبعا خاطئة. اللي كون فرق اللي كون جماعة الخيال بهدف إحياء فن التراث كان الفنان المثال محمود مختار. بكده نكون انتهينا من الأسئلة وانتهينا من الدرس محمود سعيد والفنان أحمد عثمان، مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتفوق. الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني، كان معكم دكتورة ولاء بكر نوارة، دكتورة الفلسفة في التربية الفنية، معلم أول ألف بإدارة الساحل التعليمية. إن شاء الله بكرة الحصة الأخيرة تبقى المراجعة النهائية على المنهج كله، وهقول لكم فيه إزاي بيجي الامتحان، وهيبقى مراجعة شاملة على الثلاث فنانين اللي إحنا شرحناهم قبل كده، وهتبقى مراجعة على ورقة الامتحان كلها بالتفصيل بتتعمل إزاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.